لما بيسمحوا الظروف صعبة. والله ما تركيش اختي تركي شيء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتنا المشاهدين خوتنا المتابعين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وان شاء الله مع هذه المجموعه مع هذا الوجه الخير ان شاء الله رب العالمين. اليوم غادي نعاود لكم سبب الخلاف وسبب النزاع اللي بيني وبين تيتيش، ملاحظتكم في محلها. ودائما سبحان الله العظيم اي حاجه تلاحظوها الا وتنبغي نجاوبكم عليها. دابا ان شاء الله غادي نقول لكم علاش انا وتيتيش فاطمه الزهراء سميتها ما تيتيش علاش مناقشين. هو كاين واحد النقاش ولكن اليوم مريت ما يعطيو البنات ان شاء الله التحيه للمتابعين والمشاهدين الكرام، وغادي ندخل صلب الموضوع ديريكتومون. الوليده حسن خلعنا هذا النهار فيها وخلعنا وشان نصر ضل بالصرح والله سيدي تنخوي داك الشيء اللي في قلبي اليوم، ملي بغيتو غير تعرفوا شنو بيني وبين تيتيش والله تنقول لكم شنو بيني وبينها. ايوا قلتي وخليتي والله هضره بعدا مع الناس والله الا نقول كل شيء ما خليتش. خويا المزيود ربي يعطي الله السلامه عليكم على وليداتي، كي دايرين لاباس عليكم؟ ونتمنى ان شاء الله تكونوا وليداتي على خير ان شاء الله، والله يحفظكم والله يبعد عليكم البناء البلاء، وراكم عزاز وغاليين. واليوم حسره خلعنا ما عرفنا ياش اش في القلب ديالو الداخل، والله يجعل ربي يدير الخير ان شاء الله، الله يدير شي تاويل ديال الخير. ما كاين شي نزاع ولا ما كاينش؟ اخويا انا بالي عادي اخويا ما عرفتش انا خوتي ولي حنا نتنازعوا شنو خصك بالي؟ اخويا انا ما لاحظت والو الصراحه. والمشاهدين لاحظوا انتم ما لاحظتوش ما يمكنش حفصه ايوا ودابا في الدار معاك، لكن هما راه تيشوفوا شي حوايج. صح سير غوتي انا تيجي دابا الله يحفظك. ربما ما يبانوكش انت دابا غنواجهوك انت وتيتيش ودبروا انا واجهوني. ما عندي انا مشكل مع الحسن ما نكذبش على موسى وتيتيش. اليوم غادي نقول لكم اشكال هي غتقول كلامها وانت تقول كلام انت ما تحكموا علينا. انا ما نجي جيتك اخويا يا خويا خلي الوالدة تواليني والي تيتيش الوالدة تعاوني دابا حسن تعاوني تيتيش. انا ما غنعاون لا حسن لا غنجيب الحق ان شاء الله. لا حسن ولا عليكم السلام ورحمه الله. واش هاد الشوق عطيتي في الدار؟ قول اختي لنا حسن. خويا هي اللي تعدات عليا. انا مساعدي. هي اللي تعدات عليا الله يرحم الوالدين. الله يجازيكم بخير فرقوا بيناتنا بلاد. حنا غنعرضوا عليكم هذا. الصباح واش تشكي لنا؟ قالت لهم ما كتسنطيلوش ما كتسخرش علينا. كتبغيش تباني معاه في الكاميرا. صراحه اخويا الحسن تبغى تعرف الحقيقه؟ الحقيقه. وي انت شاده في قلبي. لا تقول انا غنقول. قول تيتيش. عطيه انا ما نخافيش منك. 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 لا صافي شوف نقولوا كلشي. والله رشيده والله الا تلفي داك الشيء اللي في قلبك. اي اخويا انا معاك عندك تقول راه غادي يجي يهضر انا معاك اختي. رشيده بدات تضرب رشيده صح. لا هذه مرا وهذا راجل ما يمكنش واخا راجل ما يمكنش نجي 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 معاه. ها هي كتوا بنت صاحب هذا الشباب هذا قلبو عامر من جهتي قالك اليوم غادي هذا عاود ثاني مسيت خرج. ولكن راه غيقولوا غنتمالك الاعصاب ديالي وما غاش نهضر ما نقول والو. شي برانك احسن ياك نجاوب انا بلا سيتي شو جاوب اخويا قول لك الكلمه. نيشان نيشان ما تقلقوش. والله ما نتقلقوا بالله هضر هضر ولدي نيشان ما تقول لا هذه ولا من هذه. واش نهضروا بيناتنا عادي نشعلوا الكاميرا ولا نهضر قدام لا تهضر قدام الكاميرا ما كاينش. قلت لك اخويا حسام شي حاجه يقول لي قدام المتتبعين باش يسمعوا كل شيء. اليوم فيهم كل شيء باش نهضر احسن ندوي ولا نسكت؟ لا والله علاش خلط على كانت شي حاجه. اي والله الا ما عندك علاش تقولها والله الا صراحه والله الا كانت شي حاجه يقولها قدام المشاهدين عادي. انا واش بالك انت احسن امور الكاميرا؟ انا عشان نقول لكم انا سيبالي نهضروا في الخاص سيبالي ها؟ سيبالي نهضروا في الخاص. لا 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 مشاهدينا الكرام نتمنى كما قلنا في البدايه تكونوا بخير وعلى خير. اختي فاطمه الزهراء ما غاديش نسميها بتيتيش لان السميه الحقيقيه ديالها هي فاطمه الزهراء. يعني تحترمني كل الاحترام. هذا غير من باب يعني من باب المزحه ومن باب بحال كنت بغينا نجوجيو فاطمه الزهراء نجوج فعلا. وجاوبوا حتى التعليق حسن اللي تيقولوا وجاوبنا حتى واحد المجموعه ديال التعليقات قال لك علاش ما تتبانش مع بتيتيش في القناه ديال ام حليمه. بتيتيش انا ماشي ما تنعرفش عليها تلقاها مثلا مشطونها ولا مع ولدها ولا تا هي مشكلة تقول لنا صور معاك تنقول لها فاطمه الزهراء غير خليك خذي راحتك شوفي لي غير مع ريان ندي في ريان انا غنشد غير حفصه وتيتيش حفصه ورشيده انت ماشي مشكل. ولكن هذا ما تيهنيش على اننا ما بيناتناش واحد الموده ورحنا في دار وحده ما بيناتنا لا نزاع ولا خلاف.
المشاهدين كاين شي بعض التعليقات زيد عند حسن تجيبوهم صحاح كاين شي بعض التعليقات المشاهدين تتزقلوا فيهم هذه اللي غنقول لكم دابا غير دخلت راني عارفه شنو كاين وانا ما عمري ما كنت غنتظر من حسن يعني يقول لي شي هضره حيت انا كنحترمو مرتبه الاب ديالي ربي يخليك ربي يخليك تيتي الله يرحمه اللي كخسر علينا وعزيز عليا والله الا كنفضلوا على الدراري كنقول انا غنتقلق انا غنتقلق والله الا كنفضلوا على الدراري كنحترمو عزيز عليا وما نقدرش ما تتقدش عليا الصلاة الله يسلمك. ما نقدرش نقول ربي يسلمك ربي يشهد عليا. لا هي لا خويا محمد اللي هو الأب ديالها. لا مي يمنا. أقسم بالله العظيم أنا تنعرفهم بلا تيبغيوني واحد الحب من قلبهم. هادشي ماشي زعما مجاملة ولا كيما تنقولوا حنا ديك الضحكة الصفراء وهذا الواقع هذا. حنا بيناتنا واحد الاحترام واحد المودة يعني واحد التقدير كل واحد عنده التقدير ديالو. وتي تسمع عمرها نتغيرو الا ما تتبانش معايا بوتي تبان معايا دابا اللي تبان معايا انا دائما المشاهدين غنمشي لكم في الطريق اللي بغيتو نتوما هاد المره ان شاء الله الجايه شوف اخويا حسن والله مستعدنا ان شاء الله يا ربي كل فيديو دارو خويا حسن واختي رشيده انا معاهم ان شاء الله غير بحكم الظروف اللي كدازت لي والله العظيم مسؤوليه دريان وراكم عارفين سبق هنا سبق هنا والله العظيم يعني ما كنساليش وانا خويا حسن عزيز عليا ومشد هاد القناه فرحت فرحت بزاف يعني عرفتو غيخدم عليها ودائما كنقول لكم حسن الطاقه الايجابيه حسن تبارك الله عليك يعطي ديك الطاقه للاسره بعدا قبل ما يبارطاجيها مع المشاهدين حنا كيدور علينا واش شي فيديو ها هو اللي ما فيدكمش ما فيداتش كاينه الحماس كاينه كاينه داكشي اللي تيجي والله العظيم واحد الله يعطيك العافيه والله العظيم كل واحد ما فينا حسد ما فينا غل ما تلاس الحمد لله راسنا الحمد لله كنكونوا صابرين يكونوا غير بخير اقسم بالله العلي العظيم لا تنطلقوا حتى بحال قسما بالله غير من جوايا وياسين بخير وناصر وانا الحسن سمح لي والله الا مريت مع الظروف لا ما تبكيش اختي اللي كنت ما قادر يوقف معايا من غير هو كنت كنجي وكنقولها ما كاين ما كاين كيقول لي صافي كون يعني تعاود ليا كلشي كان مثبت الاخ الكبير حيت ما عنديش مثبت الاب ديالي اللي ما نقدرش نقول بابا ونقولها الحسن فعلا فعلا ما كذبتش عليا والله العظيم انا وكنت ديما تنقولها شوفي فكرتو كي كنقولها ضربي كلشي على حسابي ما تخليني فعلا انت مقدم المسؤوليه والله الحمد لله الله على كل حال كلشي داز وكلشي فات وحنا بخير وعلى خير وحنا ما عمرنا نتغيروا المشاهدين الكرام ودائما نقسم بالله الا تنفضل انا الا بين تيتي تنفضلوا على نفسي لا ما عز لا ولا ما تيتيش لك احترام اللي تيعطيوني اي حاجه محمد تيشاورني يقدر ما يشاورش مالين دار ويجي يشاورني انا ونقول له سي محمد سير دير الله يسخر لا ما شاوروا كاع الوالدين يعني تنفضل تصب في المصلحه واختي تيتي شغنقول نقول لك حنا غنبقاو واحد وما غيرنا حتى واحد وما غيفرقنا حتى شي واحد ولا فرقتنا نموت تغيرنا حنا الوالدين واش نقدروا نعرفوا هذا الموضوع نقولها لكم فاش دار ياسين اكسيدو تيتيش ما فكرت حتى واحد كتغوت كتقول لهم جيبوا لي غير حسن انا كاينش اللي يفهمني جيبوا لي غير حسن اللي غيفهم حسن اللي غيدير والله الا كتغوت كتقول لهم جيبوا لي غير حسن والله العظيم هو ما تاب الاب ديالهم هو اللي كيكون بعد ما كيكونش عمي يعني حسن هو اللي مسؤول على الدراري حسن هو اللي كيفرق بيناتهم وغنجيو حنا العرايسات يعني غادي نقلو عليه الهضره ولا لا حاشا كنعتبرو بحال عمي انا نقدر نضحك مع عمي ونتمازح مع عمي ونقولو اللي كاين وما نقدرش نقول حسن شي حوايج دابا النقطه اللي بغيت نوقف عليها واش نقدروا نعرفوا في الحلقه خاصه شنو كانت تكلتي لحسن بصراحه بزاف صافي نخليو الحلقه حيت نعاود لهم اقسم بالله ونعاود لهم بواحد يعني بواحد الحرقه اللي كنت انا ما لقيتش يعني السند ليا في ديك اللحظه من غير حسن صافي غادي نعرفوه في حلقه خاصه تيتيش ياسين كيتسناك وامي ما غاتمشيو للحمام سيري اختي شكرا على الوقت اللي عطيتينا وغنرجعوا للروتين ديال البطاطا دبلات ووعدينا ان شاء الله في الحلقه الجايه هادو ماشي دموع يعني ديال شي حاجه هادو دموع يعني انا فاش كنتفكر ديك اللحظه اللي مريت انا منها كنتفكر يعني هو كان واقف معايا واحد الوقفه اللي انا ما نقدرش ننساها طول عمر ما ننساهالوش غادي نعرفوها في الحلقه الجايه
شكرا تيتيش والله العظيم ونعاود المشاهدين بكل فخر وكنحماقوا عليهم ولا خدام علينا والسلام عليكم. سلام عليك تيتيش. رئيسة هذا النهار بطاطا مسلوقه كما وعدتكم حسن في حاره الفلاح جبنا من العربيه والوليد تبارك الله. واش هزيتي البطاطا انت بعدا؟ خصنا الخبز حسن. واش نضربوها بلا خبز ولا شنو؟ 6 درهم الكيلو. ضربوها بلا خبز. ضربوها بالكمون والملح. انا نمشي نجيب لكم الخبز حسن. شدي الكاميرا هكا مع حسن ورشيده والوليد نمشي نجيب لكم انا الخبز غادي نجيب لكم. الله يسلمك. راه تعطونا الطريقه سي حسن واحسن كوكو فضل الاعتراف ويسعدنا الجميع هو حسن ورشيده مع السلامه ان شاء الله. المشاهدين هذه البطاطا ندوزوا ليها بالماء ونحشيوها في الكوكو في الشارع. هذه هي الطريقه. غادي نحيدوها ونحيدوا هذه القصره هذه وغنفلحوها بالموس ولا بشي ولا بجن ولا شي حاجه وندردروا عليها الكمون والملح وغادي ناكلوها. هي كانت حلوه وليدات ولا هذه هي الصفرة البيضاء. عرفتي بالخبز من الفدان الكوكو تعرفتي اجلو مسكينه. ونتمنى المشاهدين الخضره غاليه الله يحسن الاول الجميع والله العادي حتى البصله غليت حتى البصله دابا تقريبا 6 درهم في البلاد في الكريل سبحان الله العظيم الاثمنه وهذا الشيء كله راجع لقله التساقطات وقله الامطار. نطلبوا الله تعالى وتبارك يمن علينا ويجود علينا ويكرمنا بالنعم ديالو التي لا تعد ولا تحصى. لجينا نحسبوا النعم ديال الله راه قال في نعمات البصر الا حطينا بشي كفاره تعادل مع شنو؟ يعني الانسان دائما من الصباح يحمد الله اذا كانت الصحه بخير ولا خير. ونطلبوا الله تعالى وتبارك ينعم علينا بالشتا باش الاسعار ديالنا ترخاص وتهبط ان شاء الله. راه بالشتا راه بالشتا المشاهدين شوفوا راه الشتا هي كلشي. راه اذا كان الشتا راه كلشي يتقال. راه اذا ما كانش الشتا راه لا اله الا الله محمد رسول الله وخلقنا من الماء كل شيء حي. راه اذا ما كانش الماء المشاهدين راه هذيك الماده باش الانسان يحاول حتى في الروبين يحاول يتكيس على الماء ما يطلقش الماء كيتحسن وجهه طارق الماء والبيكوكا تيضرب تينفض الماء والماء تيضيع. الانسان يدير حساب دوك القطرات راه كل قطره غنتحاسبوا عليها. وهذا مكان ونتمناو هذا الفيديو اللي درنا لكم يكون ان شاء الله يا رب العالمين خفيف ظريف. وكما قالت اختي تيتيش مازال غتعاود لكم الحلقات اللي ماشي زعما هاتي من باب يعني من باب يعني باش المجامله ولا بالعكس ولا التباهي لا ولكن الواقع راه الواقع شيء والواقع والمواقع شيء اخر. راه الرجله راه مواقف كما تنقولوا اخوتي المشاهدين راه ماشي قدام الكاميرا ولا الرجله راه كما كان في اي حاجه كاينه. المتتبعين كتشوفوا دابا حسن مع حفصه مدصرة مع هادي كتقولوا زعما علاش تيتيش بصرا الصغيره ديال الدار قبل ما قبل ما تكون عروستنا راه كنا كنعتبروها بحال هي اللي جات على فرحه بحال بنتي راه داكشي اللي ربي يخليك اخويا حسن عليها. تيتيش لا كيما ياسين عاوتاني ما كيقدش عليا انا ما يقدش يواجهني حسن. تيتيش كيعطيها واحد الاحترام اللي هو كبير. على حفصه كتبقى كتكوت الصغيره ديالها ربي يخليك اختي رشيده والله اللي غتكبر مالك عاوتاني غتولي بلاصتك ان شاء الله. داكشي اللي كاين هي غدا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. انا الوالده سبحان الله كي كانت شو ربي شنو خلق وما عمر وليداتي ما غيتغيروا وما عمر غيبقاو خوت ان شاء الله تتقن الدنيا الدين ان شاء الله يا ربي. تيتيش كتكشف من حسن بزاف عرفتي كي كتشوف حسن داخل الدار كتحني راسها يعني لما كتكون كضحك وهادي كتقول كان حسن كنحشم منه بزاف كما قالت لكم مسكينه. انا بالفعل انا تنعطيها نفس التقدير ونفس ونفس يعني المعامله. انا ما تنقدش عليها ما تتقدش عليا راك عارف الانسان كيما تيعاملك راك تتعاملو. العايين حنا تنبقاو خوت حسن حتى يمكن حيت ما كتبانش معنا في قناه ولد امي حليمة عاوتاني هي عندها قناه امها كتجتهد عليها وكان كاع البنات كيفكروا الاباء ديالهم الامهات ديالهم يعاونوهم بحال تيتيش زعما راه كنعطيها بوجور والله العظيم. دابا المشاهدين رشيده تيحكموا غير من المظاهر شحال من واحد راه قلبو ربما تشوفك كذا وكان القلب حليب صح داكشي اللي كاين الانسان يحكم على القلب على القلب داخل شي سوا ماشي على المظهر المظهر خداع ولكن القلب شنو فيه؟ مسكينه مع ريان باقي مريض وهذه والله يشعر بي تويكم امين يا والمشاهدين تسناو تنقليو ان شاء الله تنشوفوا البطاطا ونشاركوها معكم ان شاء الله. دابا خويا حسن ما بقى لا نقول ان شاء الله المتتبعين ديالنا مع السلامه ان شاء الله يا رب الله يرضي عليكم الله يعاونكم.